بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليك يا سيدي ومولاي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك وعلى آل بيتك المظلومين ما أدري احنا متهيئين هذه الليلة استقبال ليالي الحسين أريدك تتوجه إلى كربلاء بقلبك ونادي حبيبك تخيل أنك عند الضريح ما الذي تنادي حسين يا حسين حسين يا حسين ما يحتاج أحشم بيك بعد أنت عند حبيبك الحسين احنا في ضيافة الحسين هذه الليلة نادي من كل قلبك حسين يا حسين حسين يا حسين الإمام الصادق يقول إن جدي الحسين قتيل العبر ما ذكره مؤمن إلا واستعبر حسين يا حسين حسين يا حسين سلم على حبيبك الحسين السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحابه خليني ألم قلبك السلام عليك مولاي وعلى شيبك الخضيب السلام عليك وعلى نسائك المسبيات نادي وزينب انتظار الدمع ألا يستهلا ما انتظار الدمع ألا يستهلا أو ما تنظر عاشورا هلا هلا عاشور فقم جدد به تمال حزني وداع شربا وأكلا حسينان وحسينا حسينان و كيف ما تلبس ثوب الحزن في مأتم أحزن أملاكا
ورسلا كيفما تحزن في شهر به أصبحت فاطمة الزهراء ثكلا كيفما تحزن في شهر به رأس خير الخلق صحوى حسينا في رمح معلى حسين يا حسين نادي من قلبك حسين أعلى أعلى حسين حسين يا أويلي أويلي هلت الشيعة بالحزين يا هلال عاشور ونصبت مياتم للعزية وتلطم صدور إهلال المحرم ليش أشوفك كاسف اللون لابس سوادك ليش قل صار بالكون ون الهلال وقال سيد الرسل محزون وكل العوالم مظلمة والدين مقهور من حين هل الشهر هل بكل الأحزان والله الأحزان وجدد وصاب اللي قضى بالطيف حيران ناحت عليه ملاكة والإنيس والجان على ذبيح اللي قضى بالطف منحور بعد وعظ المصيب ذوبت موجة الفادي أهل المدينة سمعوا الزهر تنادي عاشور جان وزاد حزني على أولادي وكل العوالم مظلمة والدين مقهور تصيح وين 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 الواسين بدمعته ترى الزهراء حاضرة ويانها وين الياسين بدمعته والله بدمعته على ابن الذي حزه رقبته وظل ثلاثة أيام جبته أويلا على ابن ما حضرته تصيح والله أنا الوالد المذبوح ابنها كلكم مع الزهراء والله ابنها وطول الحزن طول العمر ما قضى حزنها يا مصيبة ومصيبة ويشيب الطفل جنها والله ظلت على الغبرة ما حد دفنها إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا العلي العظيم والعاقبة للمتقين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال حسين مني وأنا حسين
أحب الله من حب حسينا. آمنا بالله صدق نبينا محمد. اللهم صل على محمد وثانية وثالثة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. عظم الله أجورنا وأجوركم بهذه الفاجعة العظيمة والمصيبة الراتبة التي اهتزت لها السماوات والأرض، ولا يوجد على البشرية مصيبة كما مصيبة الإمام الحسين عليه السلام، فلا يوم كيومك يا أبا عبد الله. في هذه الليلة نتوجه جميعا إلى صاحب العزاء وهو رسول الله صلى الله عليه وآله. كلنا هذه الليلة إنما قدمنا كي نقدم التعزية، فهو صاحب العزاء رسول الله صلى الله عليه وآله. نتوجه إليه وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة الزهراء وإلى الأئمة وإلى مولانا الإمام صاحب العصر والزمان، روحي وأرواح العالمين له الفداء، بالتعزية. نعزيهم على هذه المصيبة العظيمة. نعزيكم أيها المؤمنون هذه الليلة، بداية هذه العشرة التي نعيش فيها في ضيافة الحسين عليه السلام. وكلنا إنما جئنا مدعوون من قبل أبي عبد الله الحسين، فنحن كلنا ضيوفه وكلنا خدام له صلوات الله وسلامه عليه. واقعا هذه الليالي المباركة، ما الذي أتى بنا من بيوتاتنا من مسافات بعيدة؟ إنما هو حب الحسين وعشق الحسين عليه السلام. فنحن جميعا نتغنى بعشقنا لأبي عبد الله الحسين. الكل منا لم يأتي إلا لنداء الحسين، سبحان الله. وكأن هنالك سر في نعم ليالي الحسين عليه السلام، في غيره من الليالي لا ترى هذا الجمهور وهذا العدد من الحضور، إنما هي الليالي الخاصة بأبي عبد الله الحسين. ولعل البعض يسأل، ما هذا التعلق وما هذا العشق لأبي عبد الله الحسين؟ فهو ليس بأول شهيد في الإسلام وليس بآخر شهيد، فقافلة الشهداء ما شاء الله. فما هي الخصوصية في الحسين؟ واقعاً البعض يسأل، خصوصاً حتى صار من الموالين والمحبين يسأل، لماذا كل هذه الخصوصية وكل هذا التعلق بالحسين، ولماذا تبذل هذه الأموال؟ احنا نقول له مو فقط أموال بذلت، وإنما أرواح بذلت في هذا الطريق على مر التاريخ وإلى يومنا الحاضر. نحن قد نكون نعم نأتي بهذا المجلس في أمن وأمان، لكن غيرنا قد يتعرض للقتل، ومع ذلك يصرون على إقامة مجلس الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. فالإصرار على هذا الطريق لماذا؟ ولماذا كل هذه التضحيات؟ واقعاً هناك عدة إجابات، نذكر بعضها بعد الصلاة على محمد وآل محمد. الله، أول أمر بالنسبة لتعلقنا بالحسين عليه السلام هو أن محبتنا للحسين إنما هي امتداد طبيعي لحب رسول الله صلى الله عليه وآله. محبة الحسين من محبة رسول الله صلى الله عليه وآله. رسول الله يقول: حسين مني وأنا من حسين، اللهم إني أحبه فأحب من يحبه. هكذا كان دعاء رسول الله صلى الله عليه وآله. ف
فإذا محبتنا للإمام الحسين إنما هي امتداد لمحبة رسول الله صلى الله عليه وآله. فلا يذهب بالذهن بعيدا إنما هاي المحبة من هذه المحبة. ولعل هذا الحديث الذي نعم ذكرناه وهو يوجد أيضا في صحاح المسلم، مو فقط يعني عند مصادر نحن الشيعة، وإنما أيضا موجود في مصادر المسلمين، حسين مني وأنا من حسين، يبعث هذا الحديث على التعجب. يعني حسين مني مفهومة أن الإمام الحسين هو امتداد طبيعي لرسول الله صلى الله عليه وآله، لكن عندما يقول أنا من حسين، ما الذي يقصد رسول الله؟ كيف يكون رسول الله صلى الله عليه وآله هو من الحسين؟ واقعا ما أكو هناك تفسير إلا أن تضحية الحسين عليه السلام هو سبب بقاء الإسلام وسبب بقاء ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله. وإلا لك أن تتخيل لو أن الإمام الحسين عليه السلام بايع يزيد، ما الذي كان يجري على الإسلام؟ ويزيد يكون هو الخليفة والمتجاهر بالفسق، وإذا ما أكو أحد يعارضه، كان على الإسلام السلام، لذهب الإسلام. ولذلك الإمام زين العابدين يشير في هذا الأمر عندما سئل من المنتصر، قال انتظر واسمع الأذان. الأذان هذا الذي يذكر فيه أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه على محمد. فإذا سبب بقاء الإسلام إنما هو تضحية أبي عبد الله الحسين عليه السلام. من هنا تنبع أهمية إحياء الحسين عليه السلام وإحياء ذكرى الحسين. أيضا التعلق بالحسين يؤدي إلى مرضاة الله جل وعلا. حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من حب حسينا. كيف تكون محبة الله لك أيها الإنسان عندما تحب الإمام الحسين؟ يعني أن يكون الإنسان موضع رحمة الله، موضع بركات الله، موضع عناية الله جل وعلا. اللي يتعلق بالحسين، وإحنا شايفين بعد بخدمة الحسين مهما كانت صغيرة، هذا الذي يتعلق بسفينة الحسين كيف يتحصل من البركات ومن الفيوضات الإلهية ومن الرحمات، وكم من نعم هذه الكرامات التي حصلت باسم الحسين عليه السلام. كلنا إنما نأتي عندما نأتي نأتي أيضا نتمنى من الإمام الحسين قضاء الحوائج، فالله جل وعلا ينظر إلينا نظرة رحيمة بسبب إحيائنا نعم لذكرى الحسين عليه السلام. هذا أيضا سبب سري وخفي من وراء هذه المجالس، وإلا ما أكو حادثة في التاريخ تبقى حية كما هي واقعة كربلاء. واقعة كل سنة تتجدد وكأنها لتوها تحدث، بل الجميع يتعلق بها سنة تلو أخرى أكثر وأكثر. أيضا الإنسان الذي يتعلق بالحسين يكون ماذا؟ موضع عناية رسول الله صلى الله عليه وآله، وموضع عناية من قبل الإمام أمير المؤمنين عليه السلام وفاطمة الزهراء التي هي السر المكنون صلوات الله وسلامه عليها. إذن كل هذه البركات هي التي تأتي بالناس إلى هذا المجلس المبارك. فكلنا نأتي لنحيي ذكرى الحسين، لأن في إحيائه إحياء للدين، إحياء للإسلام. البعض قد يسأل يقول هذه روايات، أين ذكر الحسين في القرآن الكريم؟ وين حب الحسين عليه السلام في القرآن الكريم؟ قل له أينك عن آية المودة؟ آية المودة، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. بإجماع المفسرين إخواني، هناك إجماع بين المفسرين والمحدثين بأن سبب نزول هذه الآية أن مجموعة من الصحابة من الأنصار أقبلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، قالوا له يا رسول الله أنت ضحيت ما شاء الله في سبيل هذه نعم الرسالة، وأخرجتنا من الظلمات إلى النور،
فاطلب منا ما الذي تريد أجرا على هذه الرسالة؟ تريد أرض نعطيك، بيتا نعطيك، زوجة، أي شيء أنت تريد إحنا نعطيك أجرا لهذه الرسالة. يقتقول الرواية بأن رسول الله صلى الله عليه وآله سكت عنهم فنزل الوحي: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. فقالوا له: يا رسول الله، لاحظ الصحابة شنو فهموا هذا، ولا قالوا: يا رسول الله، من هؤلاء الذين أوجب؟ الرسول قدم إلنا شنو رسالة، فإحنا لابد أن نؤدي، واجب بعد، مثل بضاعة واحد شرى شيء لازم يؤدي شنو، يدفع الآن. من هؤلاء الذين أوجب الله علينا؟ هذا السؤال الصحابة، قالوا له: من هؤلاء الذين أوجب الله علينا مودتهم في كتابه؟ في الكتاب يجب علينا أن نحبهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: هم علي وفاطمة والحسن والحسين. صلوا على الله وصلي على محمد وآله. إذن هؤلاء بنص القرآن الكريم يجب علينا محبتهم ومودتهم، فإحنا أيضا في هذا المجال تعلقنا بالحسين إنما يأتي من هذا أيضا الباب، أننا نحن مأمورون بمحبتهم. لا يظن البعض يقول: لا بعد أنا أؤدي أي عمل لكن ما أحب أهل البيت. لو أن عبدا صلى وصام بين الركن والمقام 2000 عام ثم لقي الله، في الرواية لقي الله مبغضا لآل محمد، لأكبه الله في النار على منخري. صلوا على محمد، اللهم صل على محمد. إذا محبة أهل البيت واجبة، وبغضهم يؤدي إلى النار، المتجاهر بالبغض ونعم النصب لأهل البيت عليهم السلام هذا بعد يؤدي به إلى النار، لأن الله لا يتقبل العبادة إلا كما هو يريد، وإن شاء الله نوضحها في ليالي قادمة. إذن هكذا نحن نتعلق بالحسين عليه السلام، ونحيي ذكر الحسين في كل عام، وإحياء ذكره يكون من خلال إحياء شعائر الإمام الحسين، هذه الشعائر المباركة التي في كل سنة يشنع عليها، واقعا للأسف في كل سنة يشنع على شعائر الإمام الحسين، وكأنها شيء ليست من الدين بل هي صلب الدين والتدين. شعائر الإمام الحسين إحياؤها إنما هي من إحياء الدين: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. إخواني، الشعائر شنو هي؟ لما نقول إحنا شعائر وشعائر شنو نقصد بها؟ الشعائر يعرفوها علماء اللغة، وكذلك نعم العلماء يقولون بأنها الشعيرة هي العلامة الدالة على شيء، فشعائر الله يعني العلامات التي تدل على الله جل وعلا. لاحظوا الحج إخواني مليء بالشعائر، إن الصفا والمروة من شعائر الله، الصفا والمروة شنو؟ جبلين، وإذا يعني أحجار، إذن ممكن أن يكون الشعائر هي أحجار أو أماكن معينة. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، البدن شنو؟ هاي عندما يأتي نوع من أنواع الحج يسموه حج القران، لما يأتي الحاج يريد شنو؟ يريد أن يأتي بهذا الحج بهذا النوع، يشعر الهدي، عندما يأتي يحرم يشعر الهدي، يعني يسوي به علامة. فهذا الهدي اللي هو من الأنعام، سواء كانت بقرة لو كانت نعم ذبيحة، هذا يجب عليه أن يعظمها. والبدنة جعلناها لكم من شعائر، هاي ينبغي على الإنسان لما يشعرها يعظمها إلى أن يذبحها يوم العيد. لاحظوا، فإذا هناك أيضا ممكن أن تكون الشعيرة أيضا بهيمة، ممكن أن يكون الشعيرة كالصلاة، أيضا الصلاة الصوم يعتبر من شعائر الله يا جماعة. من هذه الأمور أيضا يمكن أن تكون الشعيرة أفراد، يعني ممكن أن يكون نعم من الأنبياء من الأوصياء، أيضا هذا من شعائر الله التي ينبغي علينا أن نعظمهم. بهذا المعنى يكون أعظم شعيرة شنو؟
هو محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. وأعظم شعائر أهل البيت ورسول الله صلى الله عليه وآله هو ماذا؟ هو ما يخص الإمام الحسين عليه السلام. أعظم شعيرة اهتم بها أهل البيت هي شعائر الإمام الحسين عليه السلام. لاحظ اهتمام من قبل الأئمة عليهم السلام بهذه الشعائر. الإمام الصادق يلتفت إلى أحد أصحابه الفضيل يقول له: أتجلسون وتتحدثون؟ يعني تجلسون هالشكل وتتكلمون عنا؟ قال: بلى يا ابن رسول الله. قال: أما والله إني لأحب هذه المجالس، أحيو أمرنا، رحم الله من أحيا أمرنا. أهل البيت أمرونا بهذه المجالس، هذه المجالس مأمورة من قبل أهل البيت عليه السلام. ولذلك ينبغي للإنسان واقعا أن يحيي هذه المجالس في هذه الليالي. مطلوب من الإنسان أن يحييها أولا بالحضور المعنوي، لابد هو يأتي إلى هذه المجالس حتى لو كان عنده ارتباطات أو ما شاكل. هذه الليالي ينبغي أن يضحي الإنسان ويأتي بنفسه. الحضور الشخصي مطلوب. لا يقول الإنسان، البعض يشتبه عليه الأمر، يقول أنا الآن بعد عندي شنو، هاي الفضائيات والإنترنت، أقدر أشوف أفضل المجالس وأستمع لأفضل الخطباء، ما يصير بعد، ما يحتاج أنا أجي. لا، حضورك الشخصي مطلوب. عشلون المظاهرات تصير؟ تصير مظاهرات من خلال التلفاز ولا لابد أن شنو يأتي الإنسان؟ حضورك الشخصي. الإمام الباقر عليه السلام يقول: ما جلس رجل إلى آخر يتحدثون حول أمرنا إلا وكان ثالثهم ملك يستغفر لهم الله. هو الاجتماع بحد ذاته مطلوب، مو لأنه الآن الفضائيات موجودة أو لأن الخطيب، يعني أنا أعلم من الخطيب مثلا، لا، حضورك مطلوب، جلوسك في هذا المجلس أمر، وفيه إحياء وفيه مشاركة لأهل البيت عليهم السلام. فإذا حضورنا الشخصي أمر مطلوب، هذا أمر الأول. إحياء المجالس أيضا بالتبرعات المادية إخواني أيضا لا تقصروا، ينبغي على الجميع أن يشارك في هذا الباب، أنه الإنسان أيضا يشارك ويكون ممن ساهم في إحياء ذكرى الحسين. الأهم هو حضورك الشخصي. وأيضا يأتي مسألة الحضور أيضا والدعم المادي في هذه المجالس. أيضا يا جماعة، من الأمور المطلوبة في إحياء هذه المجالس هو ماذا؟ هو لبس السواد مثلا. نلبس السواد، الآن هذا لبس السواد يعتبر من الشعائر، صار شعيرة من الشعائر. وكما تعلمون أن لبس السواد بشكل عام في الصلاة مثلا مكروه، لكن هذه الكراهة ترتفع ماذا؟ عندما يأتي وتلبسه بنية ماذا؟ بنية أنك تواسي فاطمة الزهراء، تواسي أهل البيت، وبشعار الحزن والبكاء على الإمام الحسين إظهار هذا الأمر يعتبر مقدم على مسألة الكراهة، فترتفع الكراهة. فيجوز الإنسان، بل يستحب له يا جماعة خصوصا هذه الأيام، أن يكثر من السواد، يلبس هو السواد، أولاده، وهكذا، حتى ماذا؟ حتى نستشعر مصاب الحسين عليه السلام. طبعا الشعائر مفتوحة بقدر معين، يعني بعض الأمور قد تكون في أماكن ممكنة وأماكن أخرى غير ممكنة. يعني مثلا معذرة، حتى مثلا التطبير، هذه الشعيرة وإن كان هناك خلاف من قبل، طبعا إحنا لا نأتي بآرائنا، بعض العلماء يعني قال أنها حلال وبعضهم قال أنها حرام، وقد تكون هناك ماذا؟ لوازم معينة للتحليل والتحريم. وهناك من العلماء المراجع الكرام من سكت عنها، وقد تكون جيدة في أماكن وغير جيدة في أماكن. ممكن تكون في كربلاء مقبولة، لكن هنا مثلا في هذه الأماكن ما تكون مقبولة، وهكذا. فإذا علينا أولا أن نحترم بشكل عام هذه الشعائر، وإن كان بعض الجماعة عندها تحفظ تجاه بعض الشعائر، لكن هذا لا يعني أننا ماذا ننتقدها وتكون حديث كل سنة. كل سنة للأسف
بدل أن يبذل الجهد في نعم إحياء هذه الشعائر والتمسك، أنت يابا مثلا ترجع إلى مرجع يحللها أو يحرم هذه، فأنت عندنا مراجع ولله الحمد نعم هي التي نعم تنير لنا الطريق، ونستطيع أن ماذا أن نرجع إليها في هذه المسائل بلا أن يكون مسائل خلاف، سواء خصوصا إخواني في نعم الواتسابات ومشاكل الليلة والجابل، إن شاء الله تشوفون ما شاء الله كأنه وسائل نعم التواصل ما عندها شغلة إلا هاي المسألة، بينما ينبغي السكوت عن هذه الأمور، وإن كانت ملاحظات بعضها علينا، لكن علينا أن نهتم بما هو ثابت عن أهل البيت عليهم السلام. من الأمور الثابتة إخواني هو إظهار البكاء والجزع على مصاب الحسين، يعني إظهار البكاء والجزع يعتبر من أساس ماذا الشعائر الحسينية، من بكى أو تباكى فله الجنة في الرواية، يعني هذا البكاء إخواني على الإنسان أن يجتهد أن يرتبط بالإمام الحسين من خلال البكاء، من خلال الدمعة، الدمعة ضرورية. لعل البعض يقول ليش إحنا يعني نأتي بالبكاء؟ إخواني الله جل وعلا هو أدرى بمصلحتنا. الإنسان ترى مسألة العلم لا يؤثر فيه غالبا، يعني الغالب لابد أن تكون هناك عاطفة حتى يتأثر. يعني مثلا الآن أنت لو أقول لك هناك مثلا فقير معين وما عنده شيء وكذا، أنا أصف لك الحال، لكن وأقول لك شنو تتبرع؟ تتبرع بالقليل، لكن لما أخذك إلى بيت هذا الفقير وتنظر بعينك أنه بالفعل ما عنده، كيف يكون عطائك؟ مختلف لو لا؟ يكون العطاء مختلف. مثلا الشبيه الذي نأتي به أحيانا، مثلا نأتي شبيه بطفل رضيع يمثل ماذا؟ طفل الإمام الحسين عليه السلام، لكن هذا يجعل الناس أكثر ماذا؟ بكاء وتفاعلا. لما نجي نسأل هذا الجالس نقول له يابا أنت مو تدري أن الإمام الحسين عليه السلام قتل له ولد وطفل؟ بلى، لكن أن يرى مثل هذا المنظر يؤثر به بشكل أكبر وأعمق، وبالتالي هاي التشابيه وأيضا ذكر نعم المصيبة من خلال إلقاء المحاضرات وذكر نعم الأشعار، وهذا كان موجود على أيام نعم أهل البيت عليهم السلام، أقصد يعني الشعر وما شاكل والمجالسة. فكل ما هو في هذا الباب، طبعا الزمن يتغير، الآن قد تأتي مثلا برامج، قد تأتي أفلام، قد أيضا هذا من الأمور التي لا بأس بها، التشابيه التي إحنا نأتي بها. أيضا اللطم إخواني، عندما الإنسان هذا اللطم والعزاء أيضا من الشعائر، البركة، وضع البركة والأكل من الشعائر إخواني، فكل هذه شعائر ينبغي علينا أن نعم نحييها، لأن في ذلك إحياء للدين. وصدقوني إخواني دائما إحنا نقول أنه إحنا جايين نتخيل أن إحنا نحيي ذكرى الحسين، لكن واقعا من هو الذي يحيينا؟ هو الذي يحيينا، إنما نحن نحيا بذكرى الحسين عليه السلام. الأرواح ميتة، النفوس ميتة، لكن عندما تأتي في هذه الليالي المباركة الإنسان يشحن نفسه بالإيمان، بالطاقة الإيمانية، بنعم بأمثل الإسلام، بمبادئ الإسلام، من خلال الارتباط بالحسين عليه السلام. ولذلك احنا الذين نستفيد نهاية كل نعم عشرة، كل نعم سنة من المحرم، نحن المستفيدون. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، وبعدين يقول وما سألتكم من أجر فهو لكم، يعني هذه الفائدة، فائدة إحياء ذكرى أهل البيت عليهم السلام ومصابهم، إنما هو لنا أيها الإخوة، وبالتالي علينا أن نجتهد في إحياء ذكرى الحسين عليه السلام، خصوصا الدمعة. الحسين عبرة وعبرة، صحيح الكلام إلى مكانته، لكن المطلوب أيضا التفاعل. إذا ما تبكي عليك أن تتباكى، إذا ما تتباكى عليك بالنوح، هذا كله أيضا من مواساتنا لفاطمة الزهراء عليه السلام.
وإذا كان مثل هذا المجلس لا يبكيك خليني آخذك وياي وين؟ على مجلس الإمام زين العابدين. خلينا كلنا نروح وندخل على الإمام زين العابدين بالمدينة. الإمام بقي 40 سنة بعد وفاة والده الحسين ما قدم له طعام ولا شراب إلا ومزجه بدموع عينيه. يدخل عليه، ندخل احنا عليها مع نعم أبو حمزة الثمالي، يدخل عليه أبو حمزة في مثل هذه الليالي، يقول له: يا ابن رسول الله، أما أنا لحزنك يا أن ينقضي، أوليس القتل لكم عادة وكرامتكم من الله الشهادة؟ يعني أنتوا أصحاب شهادة. قال له الإمام: يا أبا حمزة، يا نعم القتل لنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة، ولكن عم يا أبا حمزة، هل قتل الأطفال لنا عادة؟ عم يا أبا حمزة، هل سبي النساء لنا عادة؟ عم يا أبا حمزة، هل قطع الرؤوس لنا عادة؟ قلبي تفطر يا ابو حمزة وذاب مثل المصيبة اللي دهتنا، ما حد انصاف ذيك الأقمار اللي بمنازلنا يزهرون، والليل كل من العبادة ما يفترون، السبعة وعشرة عاينتهم كلهم غصون بفرد ساعة، وسدوهم حر التراب آيا، واللي بهض حيلي وزاد حزني عليا، أنا بعيني نظرت حسين تحته أعوجية، والله وذبحة ورجالنا وركبوا زينب مطية. إذا ما يبكيك هذا المجلس أخذك عند الإمام الرضا عليه السلام. نعم يدخل عليه دعبل الخزاعي، يقل الإمام: يا دعبل انشد لي عن الحسين. يقل: أفاطم ولا يا خلت الحسين مجدد جميع أفاطم ولا خلت الحسين، إذا لطمت الخد فاطم عنده وأجريت دمع العين بالوجناتي. أي نعم هناك شاعر يصور نعم حال الزهراء وهي في كربلاء، أخذك وياي هاي الليلة إلى كربلاء. يقولون: زينب فاطمة كانت حاضرة، وإذا بها ترى ولدها على بوغاء كربلاء، تصيح: يا حسين يا ليث العرينة، أنا اللي ضلع كاسرينة كاسرينة، اجيت الكربلة أبرض ضعينة وحط ذلال للذاب حينة. آه آه يقولون الزهرة حاضرة وتنظر إلى ذلك اللعين وقد جذى على صدر الحسين. صح ونادي وحسينا وسيدا، صارت تخاطب الزهرة تقل: بالله اصبر يا شمر
لا تذبح حسين أنا أم الهشماو من عند ضلعين بالله اصبر يا شمر لا تذبح حسين أنا أم الهشماو من عندها ضلعين ردت من قبض الذبيح يروي قلب المنجريح يشرب الماي هذا هو جوابك يشرب الماي يشرب الماي يشرب هذا البيت وأسألك الدعاء تصيح بالله يا شمر فد صوت وعلى التل سمعته صوت زينب هذا مبحوح وعرفته وحسين يزحف يريد يحامي اخته انا شبيدي على العباس قطعوا لي منته راح اريد واحمي الحرم واطفي الصواوين خاف اريد والقاك قاطيع نحر لي حسين بجسمه يحسب كم جريح ردت من قبض الذبيح يشرب الماء يشرب تصيح يا عدو عوف حسين والعدو ما يقبل يعوف يا حز وريد حسين والزهرة تشوفه يا حز وريد حسين والزهرة تشوفه يا الله نسألك وندعوك بأحب الخلق إليك محمد وآل محمد اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شافيته وعافيته برحمتك يا أرحم الراحمين والفاتحة تسبقها صلوات اللهم صل على الجماعة نعيم هذا عزاء ما جور يا زهرة ما جور يا حيدر علي ما جور يا زهرة ما جور يا حيدر علي ما جور ما جور يا حيدر علي ما جور تجمع تجمع ما جور يا زهرة ما جور يا حيدر ما جور حياك حياك ما جور ما جور ما جور يا حيدر ما جور يا زهرة ما جور ما جور يا زهرة ما جور ما جور يا زهرة أبد والله ما ننسى حسينا ما ننسى حسينا أبد والله ما ننسى حسينا أبد أبد والله ما ننسى حسينا أبد والله ما ننسى حسينا أبد عاشور هالهلال ماجور في استقباله
أشوها الليلة ما أجو لاستقبال عاشو هالليلة ما جو لا عاشور هالليلة ما جو لا عاشور هالليلة ما جو في استقبال عاشور هالليلة ما جو لا عاشور هالليلة ما جو في استقبال عاشور مأجور باستقبال عاشور هالليلة عاشور هالليلة مأجور لا عاشور هالليلة قصيدة جديدة لو بدا شهر المصيبة نذكر الشبى الخضيبة لو بدا شهر المصيبة نذكر الشبى الخضيبة ونذكر الجثة السليبة وحسينا ونذكر الجثة السليبة وحسينا لو بدا شهر المصيبة نذكر الشبى الخضيبة لو بدا شهر المصيبة نذكر الشبى الخضيبة ونذكر الجثة السليبة وحسينا ونذكر الجثة السليبة وحسينا لو بدا شهر المصيبة نذكر الجثة السليبة لو بدا شهر المصيبة نذكر الشبى الخضيبة ونذكر الجثة السليبة وحسينا ونذكر الجثة السليبة وحسينا عليك لو بدا شهر المصيبة نذكر الشبى الخضيبة لو بدا شهر المصيبة نذكر الشبى الخضيبة نذكر الجثة السليبة وحسينا ونذكر الجثة السليبة لو بدا شهر مصيبة نذكر الشبى الخضيبة لو بدا شهر المصيبة نذكر الجثة السليبة ونذكر الجثة السليبة وحسينا ونذكر الجثة السليبة لو بدا عاشور يذكر كل موالي لو بدا عاشور يذكر كل موالي صاحب الشيبة الخضيبة بهالليالي صاحب الشيبة الخضيبة بهالليالي ويندب الضامي ويقل ودمع هالي ويندب الضامي ويقل ودمع هالي ليتنا كنا معك والله يا غالي ليتنا كنا معك والله يا غالي
نوح عظام يا شيعة ما شرب من الشريعة، نوح عظام يا شيعة ما شرب من الشريعة، من ذبح هو ورضيعة وحسينا، من ذبح هو ورضيعة وحسينا. لو بدا شهر المصيب نذكر الشيبة الخضيبة، لو بدا شهر نذكر الشيبة ونذكر الجثة السليبة وحسينا، ونذكر الجثة السليبة. بهالشهر ننصب عزة ونهتف سوية، هالشهر ننصب عزة ونهتف سوية. السلام على غريب الغاضرية، السلام على غريب الغاضر. صعبة يا شيعة علي والله الرزية، صعبة يا شيعة علي والله الرزية. ظل ثلاثة أيام عار على الوطية، ظل ثلاثة أيام عار على الوطية. ثلاثيالي ليلة ليلة لا أخو لي يحضر يشيله، ثلاثيالي ليلة ليلة لا أخو ثلاث ليالي ليلة ليلة لا أخولي حايرين اختو عليلة وحسينا، حايرين اختو عليلة وحسينا. لو بدا شهر المصيبة نذكرش، لو بدا شهر المصيبة نذكر ونذكر الجثة السليبة وحسينا، ونذكر الجثة السليبة وحسينا. دامي نذكر جسمه من كثرة سهامه، دامي نذكر جسمه من كثرة سهامه. بألف طعن وتسعمية علامة، بألف طعن وتسعمية علامة. فوق ذبحة وفوق ما هشم وعظامة، فوق ذبحة وفوق ما هشم وعظامة. سلب ثيابه وخذوا حتى العمامة، سلب ثيابه وخذوا حتى العمامة. عالتراب مقطوع نحره داسة الخيل على صدره، عالتراب داسة الخيل على صدره. سوت ضلوعه ويا ظهره وحسينا، سوت ضلوعه ويا ظهره وحسينا. لو بدا شهر المصيبة نذكرش، لو بدا شهر المصيبة نذكر الشيبة ونذكر الجثة السليبة وحسينا، ونذكر الجثة نبكي من دم لو ذكرنا حسين أكيدة، نبكي من دم لو ذكر حسين أكيدة. اخت زينب بالسبيعة بعيدة، اخت زينب بالسبيعة بعيدة. قطعة وطرافة وبعد حزه وريدة، قطعة وطرافة وبعد حزه وريدة. ما سلم من عنده حتى خنصريدة، ما سلم من عنده حتى خنصريده. معا ما سلم من عنده حتى خنصريده. بجفه بس اربع اصابع خنصريه يا وصفه ضايع، بجفه بس اربع
خنصر يا وصف ضايع يا طفي يا طفي المواجع وحسينا يا طفي المواجع وحسينا لو بدا شهر المصيبة نذكر طيبة لو بدا زهر المصيبة نذكر ونذكر الجدة السليبة وحسينا ونذكر نذكر الضام اللي على الغبرة توسد نذكر الضام اللي على نذكر الضام اللي على الغبرة توسد والشمر حزن حرى لحظة ما تردد والشمر حزن حرى لحظة ما تردد شبت بالدم تخضبت كلها تشهد ها شبت حيدر وشبت محمد ها شبت حيدر شبت بالدم تخضبت كلها تشهد شبت بالدم تخضبت كلها تشهد ها شبت حيدر وشبت محمد ها شبت كربلاء محزوز نحر جسمه كم طبره ويا طبره كربلاء محزوز نحره كم جم طبره وطبره بالدماء شيبات حمره وحسينا وبالدماء شيبات حمره وحسينا لو بدا المصيبه نذكر الجه لو بدا شهر سليبة وحسينا ونذكر الجد سليبة وحسينا بهالليالي نذكر اخت اللي سبوها بهالليالي نذكر اخت اللي سبوها شلون زينب بالحبيل من جتفوها شلون زينب بالحبيل من جتفوها صعبة والله على الهزل من صعدوها صعبة والله على الهزل من صعدوها شتموا أمها وأبوها وشتموها وشتموا أمها وأبوها ابجوا دم يا الجعفرية هالشهر زينب سبية ابجوا دم هالشهر زينب سبية ميسرة بيدال أمية وحسينا ميسرة بيدال أمية وحسينا لو بدا شهر نذكر الشيبة الخضيبة لو بدا شهر المصيبة ونذكر وحسينا ونذكر واللي يؤمن قسمة حسين ونصيبة واللي يؤمن قسمة حسين ونصيبة هذا طاهر مرضع وطاهر حليبة هذا طاهر مرضع وطاهر وبالمجالس من يجي واسي حبيبة وبالمجال من يجي واسي قطعا الغيرة الحسينية تجيبه قطعا الغيرة الحسينية تجيب واللي يؤمن قسمة حسين ونصيبه واللي يؤمن قسمة حسين ونصيبه هذا طاهر مرضع وطاهر حليب هذا طاهر مرضع وطاهر حليب
وبالمجالس من يجي واسي حبيبه بالمجالس قطعا الغيرة الحسينية تجيبه قطعا الغيرة الحسينية نحي ذكرا ظل الآخر والله تربات المنابر نحي ذكرى الظل الآخر والله تربات المنابر ما نعوف احنا الشعائر وحسينا ما نعوف احنا الشعائر وحسينا لو بدا شهر المصيبة نذكر الشبل لو بدا شهر المصيبة نذكر ونذكر الجثة السنيبة وحسينا ونذكر لو بدا عاشور يذكر كل موالي لو بدا عاشور يذكر اي صاحب الشيبة الخضيبة هالليالي صاحب الشيبة الخضيبة ويندب الضام ويكل ودمع هالي ويندب الضام ويكل اي ليتنا كنا معك والله يا غالي ليتنا كنا معك والله يا غالي نوح عظامي يا شيعة ما شرب من الشريعة نوح عظامي يا شيعة ما شرب من الشريعة من ذبح هو ورضيعة وحسينا من ذبح هو ورضيعة وحسينا أبد والله يا زهرة ما ننسى حسين أبد والله ما زهرة ما ننسى حسين أبد والله ما ننسى يا الله إلهي بالحسين وجده وأبيه وأمه وأخيه اللهم شافي مرضانا يا الله دعاء الحجة اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم شافي مرضانا اقضي حوائجنا لا تخرجنا من هذه الدنيا حتى ترضى عنا اللهم تقبل أعمالنا يا الله من أوصونا بالدعاء اللهم تقبل أعمالهم وشافي مرضاهم اقضي حوائجهم اللهم إنا نسألك بأحب الخلق إليك محمد وآل محمد لا ترد أكفنا المتضرعة إليك إلا بقضاء حوائجنا برحمتك يا أرحم الراحمين والفاتحة لأرواح المؤمنين والمؤمنات نهدي جميعا ثوابا محترمة الفاتحة تسبقها صلوات